مقابلة خاصة وحصرية مع المصمم اللي حط لبنان على الخارطة العالمية. شو ما كان طويته الواحد، المهم شو عم بيقدم. مسيرة مليانة بالتحديات. ما بأمن بالحظ، النجاح كتير اشياء مع بعضه. مستقبلا رسم بخطى ثابتة. كل مرحلة بحياتي مدروسة لأوصل للمرحلة اللي أنا فيها. بكل فخر الام تي في رح تنقلكن سر الحلم اللي وصلوا للعالمية. حسيت انه فتحت طريق لكتير ناس لبنانية والمنطقة العربية. المصمم اللبناني العالمي إلي صعب ضيف إلسا شرباتي. إلي صعب بكل فخر ببيض الوجه. بكل فخر لأحد بعد الأخبار على الام تي في. لبنان منه أحلى بلد بالدنيا بس أحلى ناس. It's a private party, sir. VIP Rosé, Carolina Herrera.